الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم. اسمحوا لي أن أعود بأذهانكم إلى الوراء قليلا، حيث كان الشيعة ينكرون كل رواية لا توافق مزاجهم أو يجهلوها أنها في كتبهم، ويتحدون أهل السنة أن يخرجوها من كتب الشيعة. ومن هذه الروايات رواية أن المهدي سيخرج عاريا كما ولدته أمه أمام قرص الشمس، وكل شيعي كان يسمع هذا الكلام تهيج غدته ويطرح تحديات أنها ليست في كتبهم هذه الرواية. لنبدأ بالشيخ العرعور حفظه الله مع المدعو الشهيد البغدادي على قناة صفا. روى الشيخ الطوسي والنعماني عن الإمام الرضا، الإمام الرضا المعصوم عليه السلام، إن من علامات ظهور المهدي أن يظهر عاريا. هي هدية حلوة كثير على مذهب الحوين الشهور المهدي. فقبل أن نعرض رد المدعو الشهيد البغدادي على الشيخ العرعور حفظه الله، نذهب لعقيل العراقي عقيل موزة، وقد هاجت غدته بسبب هذه الرواية. نسمع أحبتي الكرام إلى فرية جديدة من فريات هذا الناصبي الذي يتسمى بأبي لبابة الأثري. نسمع له ونتحداه بالمناسبة، ونتحداه أن يأتي بمصدر لما يدعي وما يقول وما يفتري. تحدي، نسمع أحبتي الكرام. حسب الدين الشيعي ماذا سيفعل المهدي حين يخرج؟ يخرج إلى الشمس وسيعري نفسه أمام الشمس، حيطلع عريان أمام الشمس، حيطلع عريان بقى أمام الشمس، خلاص بقى ما بقي معه إلا من؟ إلا الكفر الفجر الفسقة اللي ما فيهم لا دم ولا دين. جيد، أنا الآن أقول أتحداك أمام الجميع أن تأتي بهكذا رواية عند شيعة آل البيت. أنا أقول أنك كذاب ومفتري وجاهل، وتنقل من مواقع فقط ليس إلا. وأحب أن أنصح الذي يستمعون لك، أقول سيذهب إلى المواقع، وماذا يدعي؟ سيأتي من الموقع بهذا العنوان: الظهور عاريا من علامات خروج المهدي لشيخ الطوسي والنعماني عن الإمام الرضا طبعا عليه السلام، أن من علامات ظهور المهدي أنه سيظهر عاريا أمام قرص الشمس. الكذبة لمن نسبوا هذا الكلام إلى كتاب حق اليقين لمحمد باقر المجلسي في صفحة 347. أنا أقول أتحداك أن تأتي لنا بهذه الرواية في هذا الكتاب أو في غيره، بأن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يخرج عاريا أمام قرص الشمس. تمام؟ أبدا ليس بتمام، وأنت كذاب ومفتري، وأتحداك أن تأتي بهذه الرواية. أنت مجرد كذاب، ومن يستمعون لك كذلك، أما أشباهك أو أشباه البهائم اللي تستمع لهذا اللي يعتبروه شيخ. هذا شيخ أحبتي الكرام، ناصبي وهابي، شيخ من مشايخ هؤلاء، بهذا الكذب بهذا الافتراء أمام الملأ يفتري. وأعيد وأكرر بأني أتحداك أن تأتي بهكذا رواية عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نعود الآن للمدعو الشهيد البغدادي ورده على فضيلة الشيخ العرعور حفظه الله، وسنرى نفس الإنكار ونفس التحدي، لأنهم جهلة ونحن نعلم أن الإنكار لمجرد الإنكار من جملة الأمراض، فهؤلاء مرضى العقول ومرضى القلوب. ادخل في الموضوع ونتعلم منك. انا اعرض على مسامعكم ايها الاحبة، اعرض الان الشاشة امامي، مخرجنا عمر، اخ عمر،
إذا أمكن تعطي الكاميرا إلى الشيخ العرعور. لا المخرج اليوم اسمه محمود. أنا أخرج لكم تلك المخازي أيها الأحبة في هذه الليلة. عندما نقل قبل قليل الشيخ العرعور كلمة عن الإمام الرضا أن الإمام المهدي يظهر عاريا أمام الشمس، الآن يخرجها أمامنا في الشاشة. وليكذب الشهيد البغدادي أو هو يخرج من برنامجكم الآن ويعلن كذبه على الشيعة جميعا، كذاب أشر يعتمد على الكذبة. الآن أمامكم مكتبة كاملة عند الشيخ العرعور، أتحداه أن يخرج هذا النص أنه يخرج يظهر عاريا أمام فرس الشمس. الآن العازمي وعثمان الخميس والشيخ الدمشقية وكل من في الدنيا من السلفية أعينوا شيخكم العرعور وأخرجوا له ذلك النص، لأنه حقيقة في هذه الدقائق خزي أمام الجميع وتبين أنه كاذب على الشيعة ولا يعرف شيئا عندما قال أن الإمام المهدي يخرج عاريا أمام الشمس. خسئت شيخنا العرعور عندما تتكلم عن إمام من أئمة المسلمين يصلي خلفه عيسى صلوات ربي وسلامه عليه. إذن استمعنا لإنكار محاور الشيعة وتحديهم لأهل السنة أن يخرجوا لهم رواية خروج المهدي عاريا أمام قرص الشمس، وعورته ظاهرة للجميع يراها الكبير والصغير. وأنا أقول لهم لا مفر لكم من هذه الرواية، وعليكم أن تحضروا بعض الملابس لتستروا بها عورة مهديكم قبل أن يلوط به بعض الشيعة ويغتصبوه، وهذا معروف عند الشيعة. وأنا لا أدري ما مشكلتهم مع عري أئمتهم مثل الإمام الذي كان يتعرى في الحمام أمام الناس ويطلي عانته فقط. على كل نعود للرد على هؤلاء المنكرين. فالشيخ العرعور لم يكذب في وجود الرواية، فقد نقلها المجلس في كتاب حق اليقين وهو بالفارسية. هذه مخطوطة فارسية يعود تاريخها إلى 12 محرم 1120 هجرية، والمخطوطة بخط الشيخ عبد الله الجزائري. وهذه نسخة أخرى من المخطوطة بخط محمد كريم المشهدي تعود لتاريخ 28 شوال 1117 هجرية. أنا الآن أقول أتحداك أمام الجميع أن تأتي بهكذا رواية عند الشيعة هذا البيت. أنا أقول أن الآن هو يتحدى أن آتي بهكذا رواية من كتبهم الشيعية، صحيح؟ هو يتحدى أن آتي بهكذا رواية من كتبهم الشيعية، وهذا هو أثار كل الموضوع اللي هو عامل عليه تسجيل وافتراء وكذب وينسب إلي أشياء. في الأخير طلع كل الموضوع أنني قلت إن مهدي الرافضة يظهر عاريا أمام الشمس، فهو يقول إنني أكذب على الشيعة حين أقول إنهم يقولون عن مهديهم إنه يظهر عاريا أمام الشمس. طيب ما الذي يترتب على هذا؟ يعني إذا تبين لي هذا الرافضي أنني لم أكذب عليهم ولم أفتري عليهم، بالنسبة له ما الذي يتغير؟ إذن هذا يدلكم على أن ظهور مهدي الشيعة عاريا أمام الشمس، أن ظهور المهدي الشيعة عاريا أمام الشمس هو أمر مخزن مدل فعلا، ولذلك نفاه هذا الرافضي ولذلك يتحداني في إثباته. والحقيقة أن من يقول قولا عليه إثباته، هذا أمر معروف بداهة. فلذلك اعرف قدر نفسك وسأعيدك إلى قمقمك وسرداب مهديك حتى لا تعود مرة أخرى ولا تخرج رأسك أمام أهل السنة والجماعة وتتحدى بما لست أهلا له. طيب الآن شوفوا بارك الله فيكم الكتاب اسم، لاحظوا الآن أنتم فتحتم واقعا مكتبة مدرسة الفكاهة الشيعية، مدرسة الفكاهة. نشوف مدرسة الفكاهة الآن ماذا نشرت. مدرسة الفكاهة نشرت هنا هذا الكتاب اسمه
اسم الكتاب حق اليقين، المؤلف حسب ما كتبه علامة مجلسي، الجزء الثاني الصفحة 347. جوجل حيعلم عقيل، يلا يا جوجل علم عقيل، قل له ما الموجود، ما الموجود في كتاب حق اليقين في الجزء الثاني صفحة 247؟ اتفضل علم عقيل، اقرأ لعقيل اسمع. ويروي الشيخ القدسي والمعنى رضا عليه السلام أن أحب على موت ظهور النبي هي أن الجسد العمل سيظهر أمام الشمس وسيعلم أن أمير المؤمنين هو أمر دون المظلمين. الله أكبر. إذا ما الموجود بارك الله فيكم؟ لاحظتم بارك الله فيكم؟ ما الموجود؟ وروى الشيخ الطوسي والنعمان عن الإمام الرضا عليه السلام أن إحدى علامات ظهور النبي هي أن الجسد العاري سيظهر أمام الشمس، هي أن إحدى علامات ظهور النبي هي أن المهدي سيظهر إيش؟ عاريا أمام الشمس. إحدى علامات ظهور القائم، إحدى علامات ظهور القائم، ظهور حضرة قائم، شوفوها في الجانب الآخر، ظهور حضرة قائم بالفارسية، ظهور حضرة قائم، شايفين؟ ظهور حضرة قائم يعني أن ظهور إحدى علامات ظهور القائم، إحدى علامات ظهور القائم هو أنه سيظهر بجسده عاريا أمام الشمس. إحدى علامات ظهور القائم أنه سيظهر عاريا أمام الشمس. الآن هذا ما هو موجود في كتاب حق اليقين لمحمد باقر المجلسي باللغة الفارسية، الجزء الثاني صفحة 347 مو 200 300، الجزء الثاني صفحة 347، ونسبه إلى الطوسي والنعماني. طيب إذا الآن برئت كما تلاحظون بارك الله فيكم، قد برئت من عهدة هذه الرواية. الآن ظهر لكم أنني لم أفتري على كتب الشيعة، أنني لم أفتري على كتب الشيعة، وأنني هنا لا أتعامل مع مواقع، وإنما أتعامل مع كتاب نشرته مكتبة مدرسة الفقاهة الشيعة الرافضية، مكتبة مدرسة الفقاهة الرافضية هي التي نشرته، كتابهم الرافضي نشره الرافضة. وأنا أرجع إلى الكتاب كما تلاحظون ونصل من خلاله إلى هذه الحقيقة، وهي أن مهدي الشيعة من إحدى علامات ظهوره أنه يظهر عاريا أمام الشمس، أنه يظهر عاريا أمام الشمس. إذا الحمد لله قد برئت من عهدة هذه الرواية، وقد نفذت، قد واجهت هذا التحدي الذي ظهر من هذا السبئي عقيل العراقي. إذن تبين من خلال مكتبة مدرسة الفقهاء الشيعية ومن خلال النسختين الخطيتين، واحدة لعبد الله الجزائري والأخرى لمحمد كريم المشهدي، أن المجلسي ذكر في كتابه حق اليقين الجزء الثاني صفحة 347 أن مهدي الشيعة سيخرج عاريا كما ولدته أمه، وإن كانت أمه خرافة والمهدي خرافة أيضا، لكن نحن نلزمهم بما يعتقدونه أن المهدي خصر مجوس سيخرج عاريا. بقي السؤال الذي لم يطرحه أحد على حد علمي، وهو لماذا سيخرج عاريا، ولماذا يذكر المجلس أن مهديه سيخرج عاريا؟ المجلس صفوي فارسي مجوسي، حاشا أن يكون مسلما، وروايات الصفوية مستنبطة من التراث المجوسي، ونحن نعلم أن عند المجوس في ديانة الزرادشتية يعتقدون غيبة مهديهم ساوشيانت وابن زرادشت، والذي سيعود إلى الأرض لمناصرة أهورا مازدا إله النور في صراع مع أهرمان إله الظلمة،
فيندحر إله الظلمة ويتحقق النصر لإله النور، فإله النور يرمز له بكل ما هو مضيء كالشمس والنار. وكما في العقائد الزرادشتية، فإن زرادشت هو سليل الآلهة، وهي كما أشرت هي كل ما ينير ويضيء، وأكبر شيء يضيء وينير هو الشمس. ومهديهم المجوسي سيخرج عاريا، أي أن ابن الإله يأتي وهو مجرد من أي عون آخر إلا عون الإله الأكبر وهو الشمس، وليس عاريا أي جسده عاري. لكن المجلسي لما ذكر لهم أن قائمهم أي مهدي الشيعة سيخرج عاري الجسد، لا يقصد أنه سيخرج مجردا من أي عون إلا عون الإله الأكبر الشمس، بل قصده أنه سيخرج عاريا بدون ملابس وعورته بادية وبارزة للجميع، ليتيقن الناس من العلامات التي على جسده أنه مختونا، وأن جسده جسد إسرائيلي، وأن بظهره شامتان، شامة على لون جلده وشامة على شبه شامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليرون أن فخذيه عريضين، وأن بطنه مبدح عظيم مشاش المنكبين، وعلى سرته شعرا يجري كالخطة. فكل هذه العلامات لا ترى إلا إذا خرج أمام قرص الشمس، حينها تكون بادية بارزة. وحتى لا يأتي شيعي ويقول أن هذه العلامات من كيسنا وأننا اختلقناها، نعرض هذه الرواية. هذا كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق، الجزء الأول، صفحة 681. عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عن أبيه عن جده عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام وهو على المنبر: يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان أبيض اللون، مشرب بالحمرة، مبدح الباطن، عريض الفخذين، عظيم مشاش المنكبين، بظهره شامتان، شامة على لون جلده، وشامة على شبه شامة النبي صلى الله عليه وآله، إلى آخره. وهذا كتاب بحار الأنوار للمجلسي، الجزء 52، صفحة 25. يقول: سمعت أبا هارون رجلا من أصحابنا يقول: رأيت صاحب الزمان عليه السلام ووجهه يضيء كأنه القمر ليلة البدر، ورأيت على صرته شعرا يجري كالخط، وكشفت الثوب عنه فوجدته مختونا. فسألت أبا محمد عليه السلام عن ذلك فقال: هكذا ولد، وهكذا ولدنا، ولكننا سنمر الموسى لإصابة السنة. إذن المهدي لما يخرج عاريا أمام قرص الشمس، أشعة الشمس، أي في وضح النهار، يقول للشيعة: ها أنا المهدي قد خرجت، تأكدوا من العلامات على جسدي وتفحصوها كما يتفحصكم الطبيب بالأشعة، فأنا المهدي المنتظر. وأنا أقول للسبائية، ولا أخاطب الشيعة العقلاء، أقول للسبائية: مهديكم نيته سليمة، لكن شيعته غدر وشواد، فعلى الشيعة العقلاء أن يحموا دبر مهديهم من هؤلاء الشواد، قد يغتصبونه وهو عاري ويضيع شرفه، وتضيع معها قرون من الدعاء له بتأجيل الفرج، ويصبح يوم خروجه يوم اغتصابه. وأيضا حسب هذه الرواية فلا أحد يعلم من أين يخرج مهدي الشيعة وعليه. فالسبائي لو رأى رجلا عاريا يخرج من بيته لا يظن به سوءا، قد يكون المهدي خرج من بيته، ويا له من شرف ما بعده شرف. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.